الحلقة رقم زوج نكملوا في واحد الموضوع يعني موازي. البعض يعني تساءل هادشي اللي وقع في برشلونة ما أسبابه، وهاد المشاكل اللي كاينة منين جات، وهاد لأنه هضرت أنا في واحد الحلقة قلت بأنه البارسا مزيج، اسمع، البارسا مزيج عن عالم كروي سياسي اقتصادي. منين جات هاد الفكرة نتاع كروي سياسي اقتصادي؟ منذ تأسيس برشلونة في 1899 كانت كرة طبيعية، كرة طبيعية، ما كانش واحد فريق سميتو ريال مدريد أصلا، كاينش. ريال مدريد تأسس في 1902 على ما أظن. كانت كرة عادية كتلعب، يعني كرة قدم رياضة. جات تأسيس نتاع لا ليغا 1922 على ما أظن، أول ليغا غادي تلعب على ما أظن، على ما أظن أول ليغا بمسمى الجديد، لأنه كانت واحد البطولة ولكن ما كانوش فرق كبرى، كانت فرق بسيطة وفرق صغيرة. كان النادي الملكي ذاك الوقت هو ريال بيتيس، للعلم وصافي، هذه غير معلومات باش المشجع يعرفها. المهم منذ تأسيس بطولة الدوري الإسباني بهالطريقة هذه اللي راها كاينة بهاد المجموعة تاع الفروق وكذا، راه واحد الوقت كانت 22 فريق، كانت بدات ب 16، بدات من كل عام كانت وصلت حتى 22 فريق، اليوم راه 20. منذ التأسيس يعني كانت كرة طبيعية تمشى حتى جات الحرب العالمية الثانية. كانت فترة الحرب العالمية الأولى أثرت على كرة القدم الأوروبية، ما كانت شي مسابقة أوروبية كبيرة، ما كانت شي حاجة كبيرة، يعني كانت مسابقة محلية. كانت بعض الكؤوس الأوروبية ولكن كؤوس بسيطة، ما كانوش فرق، كانت مازال فرق ما تأسسش، كانت مازال يعني غير فرق كبيرة بحال الميلان، بحال الانتر، بحال البارسا، بحال فرق، بعض الفرق الإنجليزية كانت كلها مؤسسة، فرق إنجليزية بكري كاينين لأنهم هما صحاب الكرة كاملة. بدأت البطولة الإسبانية، جاو رؤساء النادي الإسباني، فهاد الوقيتة كان واحد 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 الشيء يقولوا له، يعني الإقليم الكاتالوني كان باغي استقلال ديالو، فتحول الفريق من فريق كرة القدم إلى مسألة مرتبطة ارتباطا مع السياسة الكتالونية. علاش؟ ديك الوقيتة ما كاينش يعني قنوات الإعلام، ما كاينش كيما اليوم صحف كبيرة، ما كاينش يعني باش انت تجمع الآراء نتاع الكتالونيين وتجمع القومية الكتالونية جمعوها في فريق كرة قدم ألا وهو برشلونة. تحول الفريق من فريق كرة قدم، هذا الفريق أسسه إنجليزي سويسري إسباني، ولكن التأسيس يعني الحقيقي ديالو هو خوان غامبر، هو المؤسس الفعلي اللي جاب الفكرة، وهو سويسري كان يخدم في الإنجليز، وجا دار واحد المنجم نتاع صلب في إقليم كاتالونيا وتشكل فريق مجموعة من العاملين. المهم هذا تاريخ النادي، ما يهمناش دابا حاليا تاريخ النادي، حنا غادي نشوفوا المسار تاع النادي. بدا المسار يعني الفريق عبارة بحال كما كنقولوا عن حزب كاتالاني كبير، لأنه ديك الوقت شكون اللي غادي يجمعك؟ كرة هي اللي كتجمع الأنصار. كانت مباريات كرة القدم تعتبر كتجمع حزبي للقومية الكتالونية. الحكام في إسبانيا قبل فرانكو، هادشي هاد راه قبل فرانكو، الحكام في إسبانيا أو السلطة الحاكمة في إسبانيا أو الملوك الإسبان كانوا يشوفوا بأنه واحد الإقليم باقي ينفصل. شنو غادي يديروا؟ غادي يحاربوا هاد الإقليم. الحرب فين غادي تكون؟ غادي تكون حرب كروية، حرب سياسية. إلى حد الآن ما كانش حرب كما كنقولوا عسكرية، مازال ما كانش حرب عسكرية. بداو كيحاربوا هاد الإقليم سياسيا وكرويا، بداو كيضيعوه كرويا، بداو كيديروا. جا فرانكو ناضت الحرب الأهلية، الحرب الأهلية باش ناضت حرب أهلية ناضت بسبب الانقسام، أنه الكاتالونيين بغاو استقلال ديالهم، نوضوا حرب أهلية. فرانكو كي جا فين غادي يضرب هاد الكاتالونيين؟ غادي يضربهم في الفريق ديالو. اول شيء داروا انه دخل الكاتالونيا اعدم، اسمع، اعدم رئيس النادي الكاتالاني في ساحه، ما كانش نيو كومب، كان واحد التيران اخر في الساحه ديال التيران ديال 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 برشلونه، اعدموه تما باش يقول لهاد الناس الكاتالوني بانه لا للاستقلال. وبدا كيقصف المدينه يعني الاقليم بالطائرات وبالمدافع، حتى دار واحد المذابح ومجازر كروية أو مجازر عفوا حربية كبيرة. فعلا حروب وقعت تما، ولكن حرب دولة ضد إقليم، هو النتيجة راها باينة. ألور
دابا الاقليم مازال باقي يشد في الكره، لان الكره هي كما كنقولوا الصوت نتاع الاقليم في داخل اسبانيا وداخل اوروبا. الوغ بقاو كيدعموا الفريق ديالهم واحد الدعم يعني كبير، لانه يعتبر ماشي غير فريق كره قدم، ولكن كان كما كنقولوا كحركه مقاومه، كحزب مقاوم، يعني كفصيل مقاوم. هنا من جات الفكره. ما يهمناش هذا الشيء كامل، راه تاريخ. فرانكو دار اللي دار في برشلونه، بقى كيحارب برشلونه، بقات برشا ما كدير لا القاب لا والو. دو طون زون تو يعطيوهم ذاك اللقب تاع لاكوب، علاش كتشوفوا بان البرسا دير لي كوب بزاف؟ مالغري ان لاكوب كانت تاع اسبانيا، كان مسائل سياسه كان يخليوها دير لاكوب تاع اسبانيا. اوروبيا فرانكو دار اللي بغى، لانه شكون الفريق اللي كان يمشي لاوروبا؟ هو ريال مدريد. مونيع على البرسا من الذهاب الى اوروبا، علاش؟ كان يمنعوا البرسا تمشي لاوروبا باش ما تهضرش في القضيه الكاتالونيه قدام الاوروبيين، لانه الاوروبيين الا سمعوا قضيه يساندوك. بصح فرانكو ما بغاش هاد الشيء يخرج برا، بقى ما كيأهلش البارسا تقريبا، ماشي ديما ما كانش يأهلها، ولكن في غالب الاحيان ما كانش يخلي البارسا تخرج لاوروبا في غالب الاحيان، ولكن كانت البارسا تأهل تمشي باش نكونوا منصفين. استمرت الامور هكا في ظل حكم فرانكو صباط، كانش اللي هضر يتقطع راسه، ماشي مشكل. الى غايه 1978 جا واحد السيد سميتو نونيز، رئيس البارسا الجديد. هذا الرئيس كان رجل اعمال، ضروري اللي غادي يشد الرئاسه نتاع 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 برشلونه خصو يهضر على الاقليم تاع كاتالونيا، خصو. بما انه رجل اعمال، وكانت هذه اول مره يشد البارسا رجل اعمال، وكان مليونير يعني ملياردير كما كنقولوا بالمسمى الحديث. جا هذا الرجل شنو بغى يدير؟ بغى يخرج البارسا من ديك القوقعه السياسيه ديالها، بغى يردها يعني فريق كروي عالمي، لانه البارسا في ديك الوقت كانت فريق عادي، بكل صراحه نقولها كان فريق عادي ينافس اوروبيا ويدابس ويتعافر وكذا، ولكن يبقى فريق عادي. بغى يرجع هذا الفريق فريق اوروبي كبير، لانه الخلفيه التاريخيه ديالنا اكبر من ريال مدريد واكبر من فرق كثيره في العالم. بغى يصحح كما كنقولوا المسار نتاع الفريق. شنو دار؟ قال اول حاجه، لانه اول شخص غادي يبني مدرسه لاماسيا هو نونيز، جا قال لك غادي نعتمد على ابناء الاقليم في تكوين فريق، لانه شوف خصو يحافظ على الجانب كما كنقولوا التحرري والجانب السياسي لكرة القدم. غير شنو دار؟ كريا مدرسة باش يتبت الانصار الكاتالونية. اصبر راه جايين في الطريق. هو بغى يدير واحد القضية، انه يجيب نجوم عالميين، لانه البارسا بكري ما كانت تشري نجوم عالمي، كانت تشري نجوم يعني لاعبين عاديين. نونيز جا لانه الريال كانت في واحد القوة كبيرة، وكانت الفرق الانجليزية تاني عندها اسماء، حتى البارسا خص تكون عندها اسماء. علاش حنا نشريو ديما لاعبين عاديين؟ كانوا دوك اللاعبين عاديين عندنا يوصلوا يوليو نجوم، بحال بوشكاش، بحال يعني كوبالا، بحال بزاف هادو ولاو نجوم من لعبوا في بارسا. بغا هو باش تكبر القاعدة الجماهيرية تاع البارسا والبارسا تبان عالميا، انا نبقى نشري النجوم. في 78 ما نساوش بانه اصلا في 75 كنا شرينا كرويف، وراه من نجت الفكره نتاع نونيز، جبنا كرويف. كرويف طرطق، كان في اجاكس مزيان بصح في برشلونه طرطق. الو علاش ما نشريش انا النجوم واجدين؟ علاش ديما نجيب انا نشري نجوم واجدين باش القيمه الماليه نتاع النادي تكبر؟ لانه كانت البارسا ضعيفه ماليا، راه حتى جا نونيز عاد بدات الامور الماليه تتحرك في فريق برشلونه. قال نشري انا النجوم ونكون فريق عالمي وننافس انا اوروبيا، لانه اوروبيا البارسا كان غائب بفعل فاعل وباشياء وكانت البارسا توصل حتى لفينال وتخسر. تخسر مع بورتو، عفوا خسرت مع بنفيكا، خسرت مع واحد الفريق كرواتيا النجم الاحمر بيغراد، خسرت يعني دي فينال بيت مو. راه البارسا على ما اظن خسر واحد خمسه تاع لي فينال اوروبي. انا بفعل فاعل ومسائل سياسيه مدخله فيها بزاف ديال الاشياء، وكان بعض الاشياء كرويه. فلهذا هذا نونيز بغى يدير واحد الثوره. غير واش الثوره هذه اصطدمت بشيء اخر، الا وهو العقليه الكاتالانيه والسياسيين الكاتالانيين، وثاني واحد صيغه اخرى كرويف من جال برشلون، لانه كرويف ارتبط ارتباطا وثيقا برشلون. الو وقع لنا واحد التوجه لداخل. دابا راه في 98 هضرنا، الامور كتمشى، راه السيد حكم 22 سنه، اطول فتره رئاسيه كانت عند نونيز 22 سنه. بدات الامور صافي، خرجنا من 78 79 80، الامور راه تمشى، حتى ولا كرويف شاد برشلونه.
ولا هو المدير التقني ويعني المدرب تاع برشلونة. هنا غادي يوقع الاختلاف ما بين نونيز وما بين كرويف. تشكلت مدرستين، مدرسة نونيزيستا كما يسميوها بالإسبانية، وكرويفيستا. ما معنى كرويفيستا؟ كرويفيستا الاعتماد على ابناء النادي الكتالوني، لان المدرسه الهولنديه والمدرسه اللي نتاع لاجاكس كانت تفرخ لاعبين داخل الاقليم. هذه هي الفكره اللي جايبها كرويف، نجيبوا لاعبين احنا غير من الاقليم. علاش كتخسر اموال واللاعب نتاع كاتالونيا يعطيك اكثر من اللاعب البراني؟ البراني راه جاي الشهره يدي اموال ويمشي، بصح اللاعب ولد المنطقه سيقاوم شراسه ودقه. وهذا الشيء اللي كنشوفه في ولاد لاماسيا الان، مع العلم ان نونيز هو اللي دار لاماسيا، ولكن دارها غير باش يسكت المسائل الكاتالانيه، لانه هو رجل اعمال خصو الربح خصو اموال، بغى يوصل النادي لواحد القمه عالميه ولكن بطرق ترضي السلطات الاسبانيه. بهذا العبارة نونيز رجل اعمال، وراك شوف الفكر نتاع رجل الاعمال ماشي هو الرجل السياسي، غير بغى يوازن سياسيا واقتصاديا. كي غادي ندير سياسيا؟ غادي نكري لهم واحد المدرسه تفرخ اللاعبين، ولكن اون ميم طون راني نشري انا اللاعبين النجوم ولعب بالنجوم، رحنا نربحوا رحنا نطلعوا الفريق ورحنا وارضي الجانب الحاكم. كرويف قلنا بانه جاب مساله اخرى، كرويفيستا او الحزب تاع كرويفيس، لانه الداخل الاعضاء تقسموا على زوج، مؤيدين لنونيز ومؤيدين لكرويف. باش تعرف باللي القوه نتاع كرويف راها من بكري. البعض يجهل هذه الاشياء. الور كرويف دار واحد التوجه، انا غادي نتوجه الكره، انا خاطيني سياسه خاطيني غادي نعتمد على اولاد الاقليم، لانه الفكره هو جايبها من اجاكس، اولاد المدرسه ما يهمنيش انا، مهم اولاد المدرسه نطعمهم بنجوم. راه حتى كرويف من كان مدرب طعم الفريق بنجوم، جايب روماريو من برا، جايب ستوشكوف، جايب لاودروب، جايب انا طعم. هذه الفكره نتاع كرويف، الاغلبيه اولاد النادي. ما تنساوش بانه بكري ما كانش كيما اليوم لاعب اوروبي يحتسب اسباني، لا بكري كانت اوبليجي عليك يلعبوا خمسه ديال الاسبانيين او سته، كانت سته زائد واحد، سته ولاد اسبانيا خمسه برانيين، شكون فيهم؟ بدوك الخمسه برانيين ثلاثه اللي يكونوا خارج القاره الاوروبيه، غير ثلاثه، او كانت في الاول غير زوج ولات ثلاثه، يعني في دوك الخمسه غادي يكونوا جوج اوروبيين وثلاثه برانيين. المهم دبر راسك، من خارج القاره الاوروبيه يكونوا زوج ومن بعد ولات ثلاثه. ما كاينش كيما النظام تاع اليوم، كتمشي لفريق تشيلسي كلشي براني، ما كان حتى واحد ولد النادي. هذا السيستم راه كان في الاسبان بزاف، فلهذا كرويف تعتمد على هذه المساله، انني نعتمد على المدرسه. نونيز كان يقول لك لا نشري النجوم، نشري واخا اسبانيا، نشري بيبا ونشري كذا نشري كذا. وقع هذا الاختلاف، غير واش هو هذا الاختلاف هو اللي صنع القوه تاع برشلونه الحاليه، لانه دائما من الاختلاف كتخرج لك واحد الحاجه مزيانه. يعني الرجلين كانت عندهم يعني افكار بجوج زينه، غير ما تلاقاوش فين؟ في الجانب الكروي. نونيز باغي فريق عالمي، ما يهموش اللاعبين منين، اسبان كدا ماشي شغل، سيرتو من دخل داك القانون الجديد نتاع اللاعب الاوروبي يحتسب اسباني، واللاعب البراني الا كانت عنده الجنسيه راه يتحسب اسباني. صافي نونيز قال لك هنا غادي نشد كل شيء. كرويف لا، كيقول لك لا نعتمد انا دائما على ولاد المدرسه. راه من الاختلاف يعني في البارسا كاين بكري، وهذا الاختلاف هو سبب ما يقع الان في البارسا. راه مازال ديك التوجهات الى يومنا هذا. نهار اللي جا روسيلو جا باريتيمو بغاو يشريو النجوم، كلشي نجوم. لابورتا كيقول لك لا انا اعتمد على ولاد النادي. ها هو لابورتا فكر كرويفيستا، باريتيمو وروسيل فكر نونيستا. غير باش تفهموا يا اخوان، وراه هاد الحزبين كما كنقولوا داخل الكيان الكاتالوني الى يومنا هذا كاين. غادي يمشي لابورتا، غادي يجي مدرب، غادي يجي ثاني رئيس جديد، فين غادي يتوجه؟ للنجوم العالميه. وها الفكره نتاع النجوم العالميه ما نجحتش، والفكره نتاع ولاد لاماسيا دائما كتنجح. غير باش تعرفوا يعني تقريبا ما يقع في البارسا، داخل الكيان وداخل الاداره نتاع برشلونه كاين فئتين، كاين فريقين، فريق نونيستا راه باقي الى يومنا هذا، وكرويفيستا باقي الى يومنا هذا. واحد كيبغي النجوم وواحد كيبغي ولاد لاماسيا، وهذا الشيء غادي تشوفوه مرارا وتكرارا. دابا في لابورتا ولاد لاماسيا يمشي لابورتا، غادي يجي واحد الرئيس اخر الناس نتاع نونيز، النجوم العالميه. ونتمنى ان الفكره تكون وصلت بواحد الطريقه مبسطه وبواحد الطريقه سهله، وشكرا.